تعالوا. وهيك بشرفك احكي غير هالحكي، والله ضحكتني. لك هلا انا عم بحكي لحتى ضحكك، انا عم بحكي معك لحتى تفتحي عينك منيح. لك على شو بدي فتح عيني انت كمان؟ لك يا حبيبتي عصمة عمتي، يعني بعرفها كتير منيح. المخلوقة عندها مشاكل خير الله، عم تدافع عن شبابها وقاعدة ما تزوجت، وعم تشوف اللي حواليها مبسوطين وفرافير ومدري شو من هذا الحكي، يعني حقها. إذا تصرفت أي تصرف أرعن بدنا نعذرها ونتعامل معه وبس. وحياة الله أنت ما بتعرف لعمتك منيح، أطيب من قلبها ما في، وبيني وبينك كل شي عم تعمله معاه حق فيه، بس أنتوا فهموا عليها شوي خطاي. ما هذا اللي عم بحكي لك يا، بس مع ذلك خلي عينك عليها. رح خلي عيني بس بكرة، هلأ بدي نام. تصبح على خير. وانت بخير. شو الحكي امي؟ ما بتعرفي مين بعت لك الرسالة؟ كاتب اسمه بالرسالة، بتذكر اني سمعاني عنه من قبل. طيب وكرم ما قصر انه انت تورجيه الرسالة؟ يا امي كرم رح يجنني، كلمة بها ما بيسترجع يحكي قدام اهله، لامتى بدي ضل مستناية؟ ما عم بفهم عليكي، شو ناوي تساوي؟ الفرصة اللي عم بستناها اجتني، حرام روحها من ايدي، يعني حرام تروح علي. والمعنى؟ انا مليت من جو البيت المخنوق، بدي اعيش الحياة، بدي اطلع، بدي اشتغل، انا بالنهاية مذيعة، بدي اعيش حياتي بالطريقة اللي بتناسبني. لك امي، انت ناوية تخربي بيتك بايدك؟ لا اكيد مالي ناوية اخرب بيتي، بس مليت من تمثيل دور الكنة والزوجة المطيعة، مليت مثل. ماشي ماما، لا تعكلي همي، أكيد بخبرك شو بيصير معي. تصبحي على خير. الله معك بنتي.